بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسعد الله صباحكم جميعا بالخير والمسرات، ويسرنا أن نلتقي بكم في هذا الصباح المبارك في اليوم الثالث والأخير من ملتقى شباب وشابات الأعمال بالمدينة المنورة. هذه الجلسة سيكون موضوعها الاطلاع على بعض التجارب والمشاريع الناجحة للشباب. وفي هذا الصدد يعني لو لاحظوا الأخوان المشاركين معنا في الأمس، كانت هناك كذلك مشاركتين على نفس الموضوع، تجارب شبابية ناجحة الغرض منها إلهام الشباب وتحفيزهم وتشجيعهم وتعزيز ثقافة العمل الحر والمبادرة والإبداع. الحقيقة يشرفني في أن يكون معنا في هذه الجلسة سعادة المهندس يحيى السيف، وكيل الأمين المساعد لشؤون الخدمات والمسؤول مدير إدارة الإعلام، والرجل ذو خبرة كبيرة في الجمعيات الخيرية على مستوى المدينة المنورة والمملكة بشكل عام. كذلك حيكون معنا بحول الله تعالى سعادة الأستاذ خالد الحربي، وهو مدرب معتمد وشاب طموح له العديد من النشاطات والمشاريع التي نطمع منه أن يعطينا فكرة عن نجاحاته وتجربته فيها. في هذه البداية يسعدني أن أترك الكلمة لسعادة المهندس يحيى السيف والذي سيتولى رئاسة هذه الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. لله الحمد والمنة، ولك الشكر والثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الكرام، نحن نريد والله نريد وما نريد الله هو الأفضل. الحدث في ذاته هام جدا، ويعقد في توقيت جدا مهم أن يعقد مثل هذا الملتقى. تشرف الغرفة التجارية ويشرف كل من ساهم في عقده لسبب هام جدا. أنا أذكر مثال فقط بسيط، أنه الأيام القادمة ستحتفل جامعة طيبة، مثل عن واحدة جامعة في جامعات في المدينة وفي المملكة، ستحتفل بتخريج 13,000 طالبة من الجامعة، وكل منها في مجال التخصص. طيب إلى أين سيتجه هؤلاء؟ هل سوق العمل والتوظيف هيستوعب هذا العدد، أم أن هناك فرص أخرى متاحة في سوق العمل في سوق المهنة في مجالات الاستثمار بكل مستوياتها متاحة؟ هنا يكتسب هذا اللقاء أهميته، والأهم من اللقاء ما بعد هذا اللقاء. الآن خطط لهذه الجلسة بأجندة معينة مذكورة، ولكن أراد الله عز وجل أن يتغير المنحى الجلسة لأسباب كثيرة، منها أن المستهدفين الحضور لم يملأ الصالة واحدة، ولكن لدى كل منا رسالة من موقعه ومن خلال معرفته وسائل التواصل أن يوصل التجربة بكل وسيلة يمكن من صلاحياته إلى المستهدفين. فما جاء إحنا نحن، هذا المقصد من هذا. تجارب كثيرة إخوان في مجال مساعدة وتمكين الشباب من أنهم ينطلقوا. نقول اللي المبلغ سهل جدا أنك تصرف 100,000 ريال بضربة شيك أو بدخول في مغامرة أو بشراءات ومقتنيات قابلة للاستهلاك، لكن كيف تستطيع أن تحول 1,000 ريال إلى 100,000 ريال؟ هذه قضية ليست صعبة، ولها مسارات ولها حديثة ولها طريقة عمل. وقس على ذلك جميع أنواع الأفكار الإبداعية لنصنع المال بطرق تخدم تفيد الأطراف المستفيدة كلها وتنفع لصاحب المال. أنا هنا لا أنقل تجارب شخصية، لكن أنقل تطبيقات حاولنا وسعينا بها، نفذنا في مدينة العلا في وادي الجزر مشروع زراعة الأراك
وكان المستهدف في هذا المشروع أن يعمل الشباب اللي ساكنين في مع أسرهم في أنحاء متفرقة في منطقة هي برية بالكامل بعيدة عن مدينة العلا. هجرة العراق تبلغ العلا حوالي 70 كيلو، تبلغ المدينة المنورة حوالي 200 كيلو، بر صحراء. هناك فرص طبيعية لاستثمار في المجال الزراعي، وبدأ المشروع ده ليعمل الشباب فيه. أهم من فكرة المشروع تفعيل الفكرة وتشغيلها وتمكينها حتى تبقى موضع التنفيذ، وبالتالي تحقق الاستثمار منها. الأراك المساويك وحول المسجد النبوي والآن أصبحت تصنع وتعبى وتغلف وبتكاليف ليست ضخمة، وهي منتج قابل للاستهلاك. فزراعة الأراك قادتنا، أنا كنت أتكلم مع الدكتور اليوم، على الناس بدأت تزرع أشجار زيتون، وكل يوم الزيتون يرجع يطلع بنجاح في القرية حقتنا. أيضا زراعة الأشجار النخيل بطبيعة الحال وبكى يعني هذا المجال ما شاء الله موجود. وقس على ذلك كثير من الأمور، حتى لو تشعبت ودخلت في منتجات لها علاقة بالبيئة وعلاقة يعني أشياء كثيرة تخدم المجتمع. كيف ندفع الشباب دفعا لمثل هذه المشاريع؟ امس في الجلسه الافتتاحيه سمعنا عن الدعم المالي اللي يعطى للمشاريع المدروسه والناجحه، كيف نصنع مشروع جديد؟ الحكمه ضاله الوقت، والاستفاده من التجارب تطبق مبدا ان نبدا من حيث انتهى الاخرون، فمعرفه ما تطبيقات التجارب ناجحه يقودنا الى بدايه صحيحه وسليمه وامنه، لا نتورط في مغامرات غير محسوبه، والعمل يكون مدروس، ومشوار الكل يبدا باول خطوه، ولكن قد تكون الخطوه الاولى من حيث انتهى الاخرين اللي قطعوا الاف الخطوات، فنكون احنا بالفعل بدايه سليمه ولكنها من قاعده جيده. في لقاء اليوم الان نستمع الى تطبيق عملي لاحد التجارب قدم الزميل، واتيح له الفرصه لهذا الموضوع. شكرا لكم. العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة باللساني يفقه قولي. حياكم الله جميعا، شكرا لكم وشكرا للغرفة التجارية لتنظيمها مثل هذه الملتقيات المهمة جدا جدا جدا. يشرفني أن أقدم لكم تجربة بسيطة مع احترامي وتقدير لجميع الحاضرين والحاضرات، ومن من الموجودين من لهم لديهم تجارب أكثر مني، ولكن هي تجربة بسيطة وإثبات لنظرية البعض يعتقد أنها مستحيلة. تجربة بداية عمل بلا رأس مال، البعض يعتقد أنه مستحيل أن يكون هناك أي عمل بلا رأس مال. خلال هذه الورقة سأتحدث عن تجربة شخصية، وسأتحدث عن أسباب فشل ونجاح المشاريع التجارية، وما هي المميزات المهمة جدا للريادي أو رجل الأعمال. قبل ما أبدأ بالتجربة الشخصية البسيطة في هذا المجال، لو سألتكم سؤال، هل بالإمكان لشخص قيادة سيارة بدون ما يكون عنده أي خلفية عن القيادة؟ هل بالممكن؟ هل في إمكان الشخص يقود سيارة من غير ما يكون عنده خلفية عن القيادة؟ ممكن؟ طيب لو جاء شخص مثلا وقلنا له يا أخي الكريم قيادة السيارة 1 2 3، أعطيناه معلومات نظرية وقلنا له تعال هذه قيادة السيارة وهذه تعليمات، أعطيناه كتالوجات وكتب وقلنا له تعلم قيادة السيارة، هل باستطاعته بعد القراءة فقط قيادة السيارة يقدر يقود السيارة بس مجرد القراءة والاطلاع؟ طيب إذا كان قيادة السيارة من المستحيل لأي شخص أن يقود سيارة بدون ما يكون عنده خلفية، وليس خلفية علمية فقط بل خلفية عملية تطبيقية، فبالأولى في الأعمال التجارية أن يكون لدى الشخص
معارف ومعلومات وخبرات علمية وعملية حتى يتدرج ويكون من الرياديين والناجحين في إدارة الأعمال. اللي بيصير الآن على مستوى العالم العربي نسبة المشاريع الدراسات تقول نسبة كبيرة منها يفشل، يعني نسبة توصل إلى كل 10 مشاريع مشروعين اللي تنجح و8 تفشل، نسبة كبيرة جدا. لو رجعنا لأسباب الفشل في المشاريع لوجدنا عدم تأهيل الشخص هي كانت الأساس. شخص دخل على مشروع تجاري حصل على مبلغ من المال، ما عنده أي خلفية عن الموضوع اللي هو بيقوم فيه، ما عنده أي خلفية عن أساسيات الإدارة، أبجديات المشاريع التجارية، ما يعرف أي شيء عنها. لو سألناه قلنا له إيش يعني دراسة جدوى، يقولها والله أنا أسمع فيها. إيش الأركان الأساسية في الإدارة؟ الآن أين أي شركة أي منظمة في العالم عشان تقوم لابد فيها أركان أساسية؟ لو سألنا عن الأركان الأساسية أنا متأكد حتى من هم في الأعمال التجارية وأصحاب المشاريع البعض يمكن ما يعرف هذه الأركان الأساسية اللي تبنى عليها أي يبنى عليها أي عمل تجاري. فبالأولى إن الشخص يتعلم ويتدرب، وبعد ما يتعلم يقود السيارة كذلك المشاريع التجارية. الأولى إن الشخص يتعلم الأساسيات والأبجديات حتى يدخل في المشاريع التجارية. بالنسبة لتجربتي حقيقة هي تجربة بسيطة، بدأت قبل تقريبا يمكن حول 14 سنة بلا رأس مال، بل ب360 ريال ماينوس، يعني أخذت قرضة من صديق لي 360 ريال في سوق الجوالات في مدينة تبوك. سبب دخول التجارة طبعا قبلها خشيت مشروع تجاري، قبل المشروع هذا بأربع سنوات قبل 20 سنة سويت مطعم وخسرت فيه 100 ألف، وأتعلمت إني ما أدخل مشاريع. أخذت تجربة خلاص كرهت المشاريع بعد تجربتي في المطعم، اللي بعد 4 سنوات جيت دخلت المطعم دخلته برأس مال وخسرت. يوم فتحت مطعم كان عندي 100 ألف، يوم بدأت المشروع الثاني بدأت بدون رأس مال، بدأت من الصفر. أخذت كان السبب سرقة جوال، انسرق جوالية، وبعد ما انسرق الجوال رحت أبحث عن الجوال هذا في سوق الجوالات، وأنا أبحث عن لقيت واحد من أصحابي واقف قدام المحلات في شارع المحكمة في تبوك يبيع جوالات. قلت إيش تسوي؟ قال إحنا نبيع جوالات هنا. قلت بيعوا جوالات يعني إيش؟ قال نشتري ونبيع في الشارع. قلت أنتوا حرامية شريطية حرامية؟ قال لي لا، قال لي حرامية ما حرامية، نحن المهم هذا باب رزق، لا تقعد تعطينا تسلسف علينا. رحت بعدها بأسبوع للشيخ الحميد في تبوك، كان هو قاضي المحاكم حق تبوك، جيته بعد صلاة الجمعة قلت يا شيخ أبغى أسألك، الناس اللي تبيع في الشارع الأجهزة هذه محتمل إنها مسروقة، هل اللي يبيع ويشتري عليه ذنب حرام؟ قال لا، اللي يبيع ما عليه شيء، الحرامي هو اللي تحمل الذنب، أنت بتشتري، ما أنت ما عندك أصلا نظام اللي يقول لك لازم تأخذ إثبات الشخص إلا بيبيع. رحت للشخص صديقي هذا قلت له يا أستاذ عيد والله أنا غلطت عليك البارح وقلت لك أنتوا حرامية، لكن الشيخ يقول إنه أمركم ما في شيء. وأنا واقف أثناء ما أتكلم معاه جاء واحد بيبيع جوال، وقتها الرهيب في أحد من الطيبين هنا، كل الطيبين يعرفوا الرهيب، رهيب 2000. فالمهم جاء بيبيع الرهيب أعطاني إياه، اشترى لي إياه صديقي هذا ب360 ريال، وأنا ما كان معايا قيمة الجهاز. أخذت الجهاز منه قال لي خالد هذا الجهاز لك. قلت يا ابن الحلال، قال لا والله خذه بس أنت اشتريه دحين مشي حالك فيه وتدبر الأمور. أخذت الجوال منه وأنا واقف بعد 10 دقائق جاء واحد قال لي سيم، ما كنت أعرف إيش يعني سيم، ما سيم ما كنت أعرف الحركات هذه. فقلت له لا والله ما سيم ولا شيء. قال تبيعه؟ قلت إيه. قال بكم؟ قلت له 460 ريال. قال لي طيب، أعطاني 460 ريال. أوف، قلت 100 ريال مكسب في ثواني، فتحت مطعم خسرت 100 ألف ما كسبت، كسبت في لا والله هذه الشغلة الحلوة. بس جلست عنده أخذت الجوال الأول الجوال الثاني، كنت شريطي في الشارع، أوقف في الشارع تقريبا 8 ساعات من بعد العصر للساعة 12 في الليل وأنا واقف في الشارع. كانوا يضحكوا يتمهزوا فيه بعض الناس يتريق أخسي الشريطي والله شريطي أنت. قلت ما في مشكلة هين. بدأت كم شهر بعدها رحت أخذت كشك صغير مساحته متر في مترين في داخل محل،
جيت للشباب قلت لهم هذا المحل عندكم يحطوا فيه قرنبع واغراض زايده، فرحت اخذت المحل استاجرته منهم. قلت كم تاجرون اياه؟ قالوا 500. قلت خلاص انا اخذ المحل هذا. جيت المحل هذا المتر في متر استاجرته منهم، وبدات بعمليه اتعلم الصيانه، صيانه الجوالات. طبعا البعض اخترع، وانا صغير كنت اشوف اللي صلحوا الرواديو والمسجلات افكر انهم هذول علماء مخترعين، كنت افكر انهم هذول ناس جايين من كوكب اخر اللي هم اشتغلوا على التلفزيونات اللي هي الاجهزه الكبيره. يوم جيت عند الجوالات بدأت بتعلم صيانة الجوالات في هذا الكشك الصغير. طبعا بدأت بالأساسيات اللي هي يسمى الهاردوير، فكوا قطع بس القطع الخارجية. أدرجت في الفك، كنت أروح للمهندسين أقول له صلح لي الجوال وأطالع فيه. ودخلت السوق بإني ماني سعودي عشان يساعدوني، لأجل بعض الجنسيات بأمانة، يعني بعض الجنسيات الغير سعودية وغير إذا شافك سعودي ما يعلمك. فقلت لهم انا ابو يمن صاحبكم، يلا ادخل معكم بنطلون وقميص، ومشيت معاهم. بدات اتعلم منهم، بدا يعلموني صيانه الجوالات. خشيت في عمليه صيانه الهاردوير الخفيف، فك وقطع الغيار. ادرجت اتعلمت شويه السوفتوير اللي هي برمجه الجوالات بالكمبيوتر. اتعلمت بعدين خشيت في الهاردوير القطع الاساسيه، الاسيات وفك القطع والشغلات هذه. المهم يسر الله عز وجل واشتغلت الصيانة، وكان الحمد لله شغل خيال. الفضل لله كنت أطلع في اليوم 1000 ريال من هذا الكشك الصغير. بعدين جيت للناس اللي في المحل قلت لهم بشارككم في المحل، دخلت شريك ب 25%، بعدين خشيت ب 50%، بعدين يسر الله وأخذت المحل كامل. وفتحت بعدها محل ثاني وثالث ورابع حتى أصبح عندي 5 محلات جوالات. رحت للصين استوردت من قبل 10 سنوات. كنت أسأل الناس أقول لهم يا جماعة الصين يقولوا هذا الحرامية سحارين يسحروك نصابين، وكل ما سألت أحد كان يقول لي لا تروح. قلت لا أبغى أروح. أنا سألت واحد قال لي يا عمي ما عليك الكلام ذا فاضي. رحت الصين استوردت. الشاهد من هذا الموضوع نحن دائما نسمع رسالات سالبة من حولنا، مستحيل، لا ما يمكن، والله ما تقدر. أنا والله ما بقول لك كلام هذا إلا بكل أمانة، كلام واقعي، كل كلمة أقولها وكل حرف أقوله أنا صادق فيه. فالشخص اللي يقول أنا ما أقدر، أنا ما أستطيع، باستطاعتك، لأنك أنت تمتلك قدرات لا محدودة. أنت كإنسان عندك إمكانيات لا محدودة، لو أنت عرفت قيمة نفسك باستطاعتك أنك تسوي المستحيل. الشخص يعتقد أنه أنا لا ما أقدر، أنا ما يمديني، أنا الشيء هذا مستحيل، الأمور صعبة. دائما يفكر في دائرة تسمى دائرة الهموم أو دائرة اللا، دائما يفكر في شيء اللي ما أستطيع أن أعمله. الإنسان اللي يفكر في الشيء اللي ما يقدر يعمله في حياته ما يعمل شيء، يفكر في ما تقدر. أنا أقدر أبدأ ب 360 ريال، أنا أقدر أبدأ بدون ما يكون عندي ريال. كل واحد فينا باستطاعته يدخل النت، يتعلم أي مهنة، يدرب نفسه، يطور نفسه في أي مجال، يركز على جزئية واحدة يتعلم فيها، يطور نفسه فيها باستطاعته، يبدأ منها وانطلق. طبعا بعد محلات الجوالات خشيت تجربة ثانية، قالوا لي انت كان سوق الجوالات سووا نظام السعودة وقتها، فقلت بدأ الخطر. شفت المحلات النظام قفلوا للمحلات، اتوجهت للدعاية والإعلان. جيت فتحت جريدة اسمها دليل الوسيط، الآن موجودة في تبوك قائمة ما زالت. يوم جيت فتحت الجريدة قالوا انت خبل مجنون، قدامك شركة أكبر منك وشركة عالمية، كيف تقدر تواجهها؟ قلت إن شاء الله قدها. وبفضل الله عز وجل فتحت جريدة اسمها جريدة الوسيط ودليل الوسيط الإعلانية في تبوك، وأسست الجريدة والحمد لله. الآن الجريدة لها 7 سنوات قائمة، أصدرنا يمكن حول 250 عدد. سويت بعدها موقع إلكتروني سميته دليل تبوك إلكتروني، فكرة كفكرة. الموقع عدد زياراته الآن 19 مليون زائر. بعدها خشيت مجال التدريب، أتخصصت في التدريب بفضل الله عز وجل، استطعت أن أدرب أكثر من 50,000 متدرب. ألفت كتاب اسمه ثراء بلا رأس مال وعلم بلا شهادة. ألفت مفكر اسمه مفكرة أنجز، الآن موجودة في جرير والعبيكان. بعدها جيت المدينة وفتحت شركة الحرب التضامنية لصيانة المباني وبعض الأنشطة الأخرى. طبعا هذه بس بعض غير الأنشطة، أنشطة كثير ما ذكرتها، رومسيات بلا حدود و الشاهد من الكلام هذا كله، يعني بفضل الله عز وجل باستطاعتك والله تحقق الشيء اللي أنت تبغاه. إذا أردت،
إذا كان عندك عزيمة وإصرار وقوة وجدت معادلة كتبتها سهلة جدا، أي إنسان يطبق هذه المعادلة باستطاعته إن ينجح إن يطبق هذه المعادلة. المعادلة هي تقول ببساطة شديدة، لازم يكون عندك هدف. أنا عندي هدف، تحدد الهدف اللي تبغاه. كم تبغى؟ 100,000، 200,000، مليون؟ والله الهدف اللي أنت تحطه أمامك بإذن الله تعالى تستطيع أنك تحققه. حط هدف، ويكون عندك جهد، ويكون عندك وقت، ويكون عندك صبر، بإذن الله تعالى توصل للهدف اللي تبغاه. كل الناجحين اللي وصلوا ما وصلوا إلا بهذه الطريقة. المليار أصله ريال، وأصحاب الملايين في اليوم كان عندهم هللات. ملاليم تسوي ملايين، اللي ما يقدر يحافظ على ريال ما يحافظ على المليار. فهنا المسألة مبادئ. لو بنتكلم على التجارة وأساسياتها وطرقها، حقيقة في برنامج سميته خماسية المال والأعمال، يتكلم عن 5 أيام تدريبية كل يوم 5 ساعات، أتكلم فيها عن دراسة الجدوى، كيف الإنسان يبدأ مشروع تجاري من الألف إلى الياء، إيش الأبجديات الأساسية في المشروع التجاري، إيش الأركان الأساسية في أي مشروع تجاري، الإدارة، إدارة الموارد البشرية، التسويق، الإدارة المالية، الإدارة الفنية، أشياء كثيرة مهمة جدا. الإنسان عشان يخش التجارة يتعلم. أنا أنصح أي شخص يبغى يدخل مجال التجارة، أول شيء يبدأ يعلم نفسه ويبدأ صغير، لا حد يفكر يصير مدير من أول يوم. الصين تعدادها تقريبا 1.3 مليار نسمة. نسبة البطالة في الصين تقريبا 4%. السعودية كم تعدادها؟ يقولوا كم؟ 23 مع التوصية والزيادة 30 مليون. 30 مليون نسبة عندنا البطالة في السعودية 16%. فكرت في هذا الموضوع وجدت السبب بسيط جدا، وهذا الكلام اللي ممكن يوصل لجميع الخريجين من الجامعات لو توصل الرسالة لهم هذه. المشكلة والفرق في أن الناس ما تعمل، إحنا عندنا فكر خاطئ. عندنا أنا توظفت، أنا أخذت شهادة جامعية، لازم الحكومة توظفني، لازم هي تعطيني وظيفة حكومية، وهذا السبب إن نسبة البطالة عالية. الناس كثير ما يبغوا يعملوا في القطاع الخاص، مع العلم إن القطاع الخاص أنا أشوفه أفضل بكثير من القطاع العام. القطاع الخاص إذا أنت تتطور، أنت تطور نفسك وتكون حر، في مميزات كثيرة جدا في القطاع الخاص، لكن النظرة المنتشرة حول الناس إن القطاع الخاص هذا لا ماله أمام، ما في مستقبل، ما في. كيف ما في مستقبل؟ الله عز وجل هو اللي خلق العباد، هو تكفل برزقهم. إذا ما عندي ثقة بالله عز وجل أقول ما في مستقبل. في مستقبل في القطاع الخاص أفضل بعض الأحيان من القطاع العام والقطاع الحكومي، لكن البعض يفكر إنه هذا القطاع أو القطاع الخاص ما في أي فائدة وما في ربح. من هذا المنبر أقول باستطاعة كل إنسان يحقق ما يشاء، والبلد الفضل لله عز وجل فيها خيرات لا محدودة، فيها فرص لا محدودة، عشان الإنسان يبدأ يحاول يبدأ بفكرة. الفكرة تشكل 50% في نجاح المشروع. إذا الشخص يبغى يبدأ بأي مشروع، نحن مشكلتنا نقلد. واحد مشي بالطريقة هذا يلا وراه، نمشي بنفس الطريقة بدون ما نعرف، تقليد أعمى. لا، أبدأ بفكرة تكون مؤمن فيها، يكون عندك يقين قوي إن الفكرة هذه راح تنجح، تتعلم كل شيء في الفكرة هذه، تبدأ تتدرج، تبدأ صغير بالفكرة هذه. ما يمنع إنك تروح تتعلم عند شخص عنده نفس الفكرة. تبي تخش التسويق والدعاية والإعلان، روح اشتغل في وكالة دعاية مجانا، مو بفلوس، أدفع لهم فلوس عشان أتعلم، أروح أجلس عندهم وأتعلم لين ما أتمكن من المعرفة، بعدين أبدأ بخطوات بسيطة بإذن الله تعالى راح نوصل ونحقق الشيء اللي نبغاه. حقيقة الموضوع يطول، لكن أنا هذا اللي استطعت أن أقدم لكم إياه في ملخص بسيط. أتمنى أني قدمت لكم شيء ارفع من معنويات الشباب. يعطيكم العافية، شكرا للإدارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ خالد، تجربة حقيقة جميلة ورائعة. حقيقة قبل لا أعطي الكلمة للأستاذ يحيى، الله يبارك فيك، يعني حضرتنا حقيقة قصة، اسمحوا لي أشكرها لكم. القصة هذه حصلت لأحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بالاسم الأستاذ عبد السلام الزروت، نائب رئيس مجلس الإدارة، غير متواجد معنا الآن. القصة حقيقة ظريفة وفيها درس عظيم. ذكر لي إنه واحدة مرة راح سوبر خضرة في المدينة، يقول رحت أشتري مقاضي، يقول وجدت أمامي شخص بيبيع كوسة، يقول كوسة في صندوق موز كبير، طلعت يقول كوسة مديني ممتازة من أجمل ما يكون. سألته كم الصندوق؟
قال لي الصندوق 30 ريال. قلت والله ممتاز 30 ريال كويس. يقول طلعت من جيبي 30 ريال قلت له اشتريت واطلع الفلوس. راح قال له خلاص استنى شويه بعد 10 دقائق قال له يلا خلاص فين انزل لك الكراتين؟ قال له كراتين ايه؟ انا شريت منك صندوق. قال له يا اخوي انت دخلت على حراج ل 100 صندوق ورسى عليك ال 100 صندوق من 30 ريال. الان طلع لي 3000 ريال حتى ال 100 صندوق. يقول انا ايش بسوي؟ يقول رحت ماكينه الصراف وطلعت 3000 ريال وجيت اعطيتها للرجال. يقول له وقفت امام الصناديق في السوق قعدت اضحك يا ربي كيف ابغى اتصرف؟ ايش ابغى اسوي في الكراتين هذه الموجوده؟ يقول له انا واقف جاني شخص قال له بكم الكرتون؟ قال له ب50. قال له كم تبغى؟ قال له ب50 كرتون. قال له شيل. جاء له شخص يقول له انا واقف شال من عندي 50 كرتون، 50 كرتون سالها من 50 ريال. يقول لك هذا 1000 ريال يعني ربح في ال 50 كرتون. يقول بعدها جاني فندق فنادق يقول جاني فندقين يقول بضاعه كل واحد يقول لك انا ابغاها انا ابغاها. يقول انا حليت اخذت حل وسط وقسمتها بين الاثنين وبعتها 40 40. يقول العمليه كلها ما اخذت مني ساعه ونص. يقول لك اخذت الفلوس. يقول طبعا توبت بهدل يعني رايح مكشر في السوق. يقول اخذت بعضي بدل ما اروح المكتب رحت البيت غيرت ملابسي ورجعت للمكتب. يقول قاعد كده بفكر على القصه. يقول في هذا الاثناء جاني شاب ودق علينا الباب. يقول الشاب محترم ونشيط وبصحه وعافيه. قال له لو سمحت ابغى منك مساعده. قال له طيب ايش رايك تشتغل عندي ب 6000 ريال؟ قال له طيب اشتغل عندك ب 6000 ريال يعني مو مشكله. ايش الوظيفه؟ الشاب توقع انه حيعرض عليه وظيفه عنده. قال له تعال انا سرقت لي اليوم قصه خليني احكيها لك كذا كذا كذا. انا ابغى اعطيك الان 1500 ريال سلفه وليس يعني هبه او صدقه. ابغى اعطيك 1500 ريال. ابغاك تسوي نفس التجربه اللي انا سويتها. روح بكره الى السوق واشتري لك اي نوع من انواع البضاعه في الحراج. اشتري طماطم، اشتري كوسه، اشتري خضروات وحاول انك تبيعها. وارجع لي بعد ما تبيع ترى ترجع لي الفلوس. ترى اسالك عند الله يوم القيامه ترى ما مسامحك فيها. يقول والله انا ما همتني 1500 ريال بقدر ابغى الشاب ده يرجع لي ابغى اشوف كيف نفذ. وانا خارج من عنده وانا قلت خلاص 1500 خلاص انا اكيد نويتها في يعني في قلبي له. يقول مرت الايام جاني الشاب بعد شهر وجايب لي 1500 ريال. قال له والله يا عم جزاك الله خير. انا رحت وثاني يوم من الفجر نزلت السوق واشتريت لي بيع الطماطم. يقول في اول يوم كسبت 300 ريال. يقول لك في اليوم الثاني برضو اشتريت طماطم. يقول لك وبعتها وكسبت 300 ريال. يقول الان مر علي شهر يقول له انا كاسب 9000 ريال من ال 1500 ريال وجزاك الله خير وهذه ال 1500 ريال تبعك. قال له لا اعطيني منها 500 ريال وخلي بعد شهر تعلي جيب لي ال 1000 ريال. قال انا ابغى اشوف التجربه تستمر لفين. مر الشاب عليه يقول لي بعد شهر قال والله ابشرك يا عم انا اشتريت اخذت استاجرت لي كشك في السوق ويدخل لي 15000 ريال في الشهر دخل. وانا حقيقه ما كنت احلم اني اقدر اخذ يعني يجيني دخل بهذا الشكل. يقول الان جنبه كشك اخر، كشك اخر ان شاء الله ناوي اني ابغى اشتريه. يقول رجع لي 1000 ريال. يقول قعدت احمد الله عز وجل انه القصه هذه اللي انا مريت فيها والخطا اللي وقعت فيه عشان اشتري كرتون كوسه بالغلط على بيعه جمله وهي انا قصدي على كرتون كوسه والشاب اللي قدر الله انه يجيني في مكتبي كانت دليل كبير حقيقه انه بالفعل الشباب يحتاج الى المبادره والبحث عن العمل. والرزق ليس حقيقه مربوط يعني زي ما تفضل الاستاذ خالد يعني بالوظيفه او الحرص على الوظيفه. التعداد اللي ذكره تعداد الصين ونسبة البطالة المنخفضة دليل كبير انه في مبادرات ذاتية. الكل يعرف انه الصين بيوتهم مصانع، بيوتهم كلها معامل، معامل مكاين تصنع سلعة بسيطة بينتجوها ويصنعوها ويصدروها كذلك. حقيقة هذه القصة حبيت اني اشارككم فيها وهي تصب يمكن بنفس موضوع التجربة. اترك الكلمة للاستاذ.
الحقيقه كان الموضوع شيء. انا كنت جمعيه الاعلام الاجتماعيه لحوالي 10 سنوات، وجمعيه لما اسسها الامام الوليد رحمه الله عليه كان يقول هنا في لقاء كان في مجلس اداره الغرفه التجاريه لما كان في مقرها القديم هذا عام 1407 هجريه. كان احد الاسئله الاعلاميين يسالوه، اللقاء كان مجلس اداره الجمعيه، عفوا مجلس اداره الغرفه التجاريه، من المؤسسة اللي طرحوها قالوا له انتم تبغوا تسووا جمعية خيرية للخدمات الاجتماعية في المدينة المنورة، واحنا عندنا جمعية الطيبة النسائية هذه للحريم وجمعية البن هذه للرجال. قال لهم قيمة ذاك الوقت ما كان عندنا هذا الحجم الاحتياج للتوظيف، ما كان عندنا يعني هذا تكافل عدد السكان اللي في المدينة، ما كان في. فيقول لهم انا عامل جمعية مو علشان تاخذ زكوات المحسنين وتديها صدقه، انا بجمعيه تعمل على برامج تنمويه، على تنميه المجتمع، تعلم الناس كيف يعيشوا، تدخل في قضايا، تبعد الهموم، اصلاح ذات البين، المشاكل، وكان هذه نواه لبرنامج قوي جدا اشتغل لفتره الحمد لله وانجز، وكان مشاريع كثيره انجزت في تلك الايام، في بير بيض في العلا، في بادر كان في مشروع في النباه في طريق في العلا، كل مشاريع في ذكرت الأخوية مشروع زراعه الاراك في العلا في بير في بير قيضه في بير وادي الجسر. التجارب كثيره في هذا الجانب. العمل اذا كان بجهود فرديه يا اخوان يفشل، اذا كان لفرد ولا حماس مجموعه ما يبال العمل بالحماس. العمل يبال بهويه مؤسسيه نشتغل عليها ونخطط ونعمل زي ما ذكرنا، لانه كيف كان هناك تنظيم مركب للعمل حقه وشجاعه ومعايير ذكرها كيف حتى ينجح المشروع. العمل لا ينجح بالاستثناءات. اذا كان هناك استثناءات الاساطير المنتشرين دول يعني شوفوا في ميدان سيد الشهداء اسر وشباب وفي القهوة في الاساطير، بس ما يجي بالاستثناءات والقضية اسمحوا لهم، لا يجي شيء على حساب شيء ثاني. كيف نستطيع نعمل دي بطريقه مؤسسيه سليمه ناجحه تتعامل؟ الان لازم مثلا انا بعمل دعايه وهي فقط خاطر، تصادف هذا الوقت الان في هذا اللقاء بتنزل اعلانات عن تاجير مواقع للناس اللي هو يستثمروا ويشغلوا اكشاك. امس كان واحد كان بيعمل سياره زي السياره الصندوق دي المتنقله، يبغى يسوي مشروع علشان لما يصير مثلا عزاء او مناسبه او شيء، هذا مطبخ متنقل زي السياره حقت الكبيره دي حقت الكشف المبكر على الامراض، سياره متنقله كبيره عباره عن مطبخ متنقل يجي عند مكان المناسبه يخلص شغله ويخرج تارك المكان نظيف هو استفاد ماليا. مشروع في طريق السلام، كلنا نعرف طريق السلام عند الحرم وانت ماشي باتجاه كانت رايحة جامعة. الجزء من أول الطريق الدائري الأول إلى الدائري الثاني الآن 23 عمارة. كنا بدأنا مع وزارة الزراعة مشروع إنتاج العسل، مشروع رأس ماله مبلغ بسيط جدا. النحلة من الناس الزراعية اللي كانت معنا يعرفوها إنه النحلة تأخذ من الزهور في مكان وعلى دائرة قطرها أقل عن 10 كيلو متر ممكن تروح وتخرج العسل حقها. في هذا الشارع في 23 عمارة أصحابها حاطين في السطوح صناديق حقة الخلايا النحل دي ويجمعوا العسل، كل العسل أرخص شيء 100 ريال، وإذا كان في ممكن يبيعوا وبعضهم مختبرين ما لهم مشكلة، هو صاحب العمارة ولا يبغى فلوس لكن هواية. كيف نشجع هذا النوع من المشاريع اللي تبدا من شيء بسيط احيانا راس مالها صفر ما هو كبير؟ واشياء كثيره. الان عندنا في جامعه طيبه بعد اقل من شهر حيكون في مؤتمر دولي، حيجيبوا متحدثين من اليابان ومن امريكا ومن بريطانيا ومن دول عربيه يتكلموا على اسمه مؤتمر بيئه المدن 2015. هذا ثاني مرة أو ثالث مرة أمانة المدينة تحتضن هذا الملتقى أمانة المدينة، ومؤتمر دولي كبير حديثه عن من نفايات إلى طاقة، اسمه عنوانه هذا السنة من نفايات إلى طاقة. تتكلم كيف النفايات مو مقصودها فقط الزبائن،
السيارة الخربانة القديمة اللي ترمت هذه اللي فاتت، كيف احولها لمنتج استفيد منه؟ وكيف انا منتج بخدمة الطاقة؟ حتسمع اشياء رائعة كانت، وقس على ذلك القوارير الصحية، نشوف ناس بيجمعوها بقايا الكفرات، هذا من معرض مشكال الطاقة، شوف كاتبين عليه الغلاف ذا، كاتبين عليه كنت إطار سيارة وصار غلاف للدفتر. فأشياء كثيرة موجودة في المنتج، ليس بالضرورة إلا إنه والله تحل علي البلدية وأخذ استثناء وأخذ ركن في مكان معين عشان لا. بادر اعمل كل شجاع وقوم بنشاطك وتحايل على التعقيدات. لأن مثلا التعقيدات لا تحايل على النظام، لا، لكن لو في تعقيدات نفعل عليها، زي اللي قال لهم انا ما ادري. وانا اعرف تمام التجربه، الواحد ساعدناه يفتح كش لبيع الجوالات. بعد فتره والله الذي لا له ولا صادق ولا كذب، اعطيناه مبلغ مالي فتح كش في شارع الازهار. ترى الدخل لا يمكن وقف بعد فتره، ليش وقف؟ لا ما حد يعرف يبيع. سوق يجوا اللي يدور ويبيع ويوزعوا السلع اللي بسيارات ويوزعوا المواسم، هذا ما يدور، ما يدور فلوسه. او ايش يسوي؟ الجوال زمان، الجوالات اتكلم عام 2018، الجوال الصغير اذا كان يبيعوه هو ب 100 ريال ويبيعه ب 60 ريال اللي جوه من جماعته بحسب الجنسيه، حسب الموزع. غير الجسيم. فهذا ما تسوى حتى في البقالات اللي يدوروا يوزعوا البضائع البقالات، يجي البقالة ينزل له كمية صغيرة نفس السعر، ولبعض بعضها ينزل له كمية كبيرة. أنت تشوف تلقى بضاعة زبون يعجبك اللي ما شاء الله مليان عنده شو يديني لنا. فهذه تحاولات على النظام، لازم تحاول عليها وتغلب عليها بأساليب، وهذا حق مشروع الحكمة. قد كثير مجالات دخول شبابنا وشاباتنا في سوق العمل، مجال واسع كبير، يسائل دورنا احنا كمسؤولين وكناس لنا اختصاص في هذه الاعمال اننا ندعمهم ونقف جنبهم. فكره الجمعيات التعاونيه، فكره التجمع الحجم الصغير يد مع يد مع يد، تصير يد قويه ويكون بشكل مدروس وبشكل يحفظ الحقوق، هذه كلها من الامور اللي نقدر نقولها كثقافه في شبابنا. حكاية الملف الفرنجي يدور بيوظفني إنسان هذه تماما، لأنه فعلا تعطى الوظيفة. لما تجي واحدة إدارة عندها تسمع الإعلانات تنزل عن مثلا يقول 1000 وظيفة، احنا الآن في جامعة البيان كليات البيان منزلين إعلان تحقيق عن يمكن حوالي أكثر من الكليات العام القادم حوالي يمكن أكثر من 30 و40 وظيفة من إداري إلى دكاترة يدرسوا في الكليات. طب أنا مستوعبهم 30-40. طب البقية الطلب دائما تلاقيه أكثر بكثير من العرض اللي موجود. لازم نخرج من جو هذه إلى جو إن أنا ما أقدم لوظيفة واحدة اللي قدم لها 200-300 في النهاية واحد اللي حياخذ، والبقية دول كلهم برا. مجالهم الناجح اللي ما له حدود أدخل في سوق العمل. حيكون في ما هي وظيفة واحدة، هي مهنة تشيل آلاف الوظائف. وكم واحد ممكن يعمل زي ما عمل جميل الوظيفة؟ وهذا ينسحب على مجالات نشاط كثيرة، منها رأس مال بسيط ومنها اللي تحتاج رأس مال. لما نجد إنه عندنا في فرص للدعم زي اللي سمعناه في جلسة الافتتاح، يصل إلى 300,000 ريال ولا أكثر في بعض المشاريع إلى 5 مليون، هذه برضو مجالات كبيرة. لا بس هو يعطيك العافية. لا خلاص. طب إذا كان في أي مداخلات نحب نسمع، ونسأل الله عز وجل أعمالنا كلها خالصة لوجهه إن شاء الله تقبلها منا. أي مداخلات تكون؟ طيب أنا عندي اقتراح. أيوة في مداخلة من أخوات قاعدة السيدات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. معكم ابنتكم نداء الشريوفي. بالنسبة يعني بصراحة هذه الجلسة ختامه مسك، يعني على الرغم أنه هو آخر يوم، لكن بصراحة هي جلسة أبوية، جلسة فيها عفوية. يعني لما ابتعدت العيون عن الأوراق
وخرجت عن نطاق المؤتمرات اللي احنا متعودين عليه لما في الجلسة انه تنظر العيون الى الاوراق اثناء الالقاء. فجزاكم الله خير على صراحتكم وعلى خروجكم عن النص، لانه هذا افادنا كثير. فالتجربة خير منها، بس هذه هي المداخلة، هي شكر وتقدير لكم. الله يعطيكم العافية. جزاك الله خير. مهما خطط الانسان، احنا نقول قبل رمضان انت تريد والله يريد. الفرصه دي مهما خطط لها تكون بهذا المساء، لكن اراد الله عز وجل تكون بهذا المساء. يعني الموضوع يا اخوان، اذا تحدثت عنه بتلقائيه، اذا كان شيء موجود وله حقيقه وتحدثت عنه بتلقائيه، تعبيرك افضل واقوى واكثر تاثير. الكلام الاهم هنا انه ما بعد هذا اللقاء، ما بعد هذا المجتمع، كيف نبدا بدايه التربيه لابنائنا، قد تبدا بمحيطنا الاسري، بصداقاتنا، بعلاقاتنا الشخصيه، حتى نوصل الرساله للجميع. ولا نخفي يا اخوان، ترى عندنا اخوه في بلدنا من مختلف دول عربيه، اخواننا في الدين وبالمدينه المنوره، مسلمين لا حمد، هذو لا ننسى بطلهم ولا ننسى عملتهم. المدينه فيها مجاورين، المدينه فيها ناس كثير اعطوا ولا ينكر بطلهم ولا ينكر يعني حقهم في انهم هم يعني في الربح والتكسب ده. لكن احنا نريد ان نكون في هذا الجانب، لا نسمع في ثروه في بلد يعني تمتع بالامن والامان بفضل الله عز وجل، تمتع بوجود هذه الابعاد التنمويه وبنيه التنميه الواسعه الشامله، ثم نسمع ان هناك شاب واحد لا يجد فرصه للكسب بشكل مباشر وبطاقات التهنئه. حتى المعاق، حتى لا يستطيع، طبعا في اعداء المرض وغيره، لكن الربح لا يقتصر على هويه انسان او على شكل انسان او على طوله او على صحته. فهذا رزق كبير ومفتوح، واحنا في بلد عامر بالخير بفضل الله عز وجل. فنحن الله عز وجل من شكر النعمه ان نستثمرها ونستفيد منها باذن الله عز وجل. تفضل يا استاذ. عذرا استاذي، بس انا عندي اقتراح. انا عرضته قبل 4 سنوات في مؤتمر في الجامعه، هو طريقه الملتقيات والمؤتمرات، انه نخلق يعني بما ان الشباب عندهم صار الان عيونهم لا تبتعد عن الايبادات والاجهزه الالكترونيه، والمخضرمين عندهم العلم، فلماذا لا نجمع الاثنين مع بعض؟ نجمعهم بطريقه احترافيه، فمثلا الدكتور الذي يلقي يكون عليه الماده العلميه، والشاب يكون المسؤول عن الابداع في عرض الماده العلميه. فهذه طريقه في المؤتمرات لجلب الشباب انهم يشاركون في الجلسات بالابداع في طريقه العرض، انهم يكون هم مهمتهم العرض والدكتور فقط الماده العلميه. هذه طريقه يعني ممكن. في طريقه ثانيه، انه لين يكون يعني قناة مباشرة تنقل الحدث مباشرة على النت، يعني مباشرة على النت، الحدث زي ما هو الآن ينقل على النت مباشرة أونلاين، الذي يريد أن يشارك أو يفتح الرابط يدفع مبلغ مادي مقابل عشان يحمس الشباب، فيكون هناك قاعة أونلاين مباشرة بالإضافة إلى حضور ميداني. فهذا الاقتراحين انا اتمنى انها تنفذ، يعني لما فيها الخير للشباب وتوافق الشباب، يعني توافق. حتى احنا الان والله يعني الواحد صار يعني ينصدم لما يشوف حتى بعض يعني بعض المؤتمرات من بعض المنسقين عيوني ما تقدر تبعد عن الجوال، فانا اول لمصلحتهم. جزاكم الله خير. اقول لك في مداخله. شكرا اخي كريم. في مداخلات؟ طيب اختي الكريمه، احنا هذا نشكرك على هذه التوصيتين، احنا نطرحها ولو لاحظتوا الاجنده حقت البرنامج ملفت للنظر، انه الجوانب التطبيقيه فيها اكثر من الجوانب النظريه. للاسف يعني الجلسه دي كان المفروض في 3، احدهم حقيقه اعتذر لمرض والدته ومرافقتها الان في المستشفى الاخ حمد، وارسل رساله الصباح بهذا الموضوع، الامس الليل والله كان بننسق على طرحه ونتكلم.
كل الأحوال حتى الأوراق اللي ما طرحت مضامينها يستفاد منها تكون متاحة. أعتقد إنه إخوان حريصين على موضوع توصيات اللقاء وترجمة هذه التوصيات إلى عمل لاحق يستمر إن شاء الله يكون متاح سواء على شبكة الإنترنت أو خلال مطبوعة أو شيء. إخوان في الغرفة التجارية أكيد هذا الاهتمامات وهذه إن شاء الله ستضمن إخوان. شكرا لك. الشباب ما شاء الله دخلات مهم، لكن الآن إحنا يفترض أن نخلص 12:30 بقي لنا ربع ساعة. تفضل دكتور. شكرا. الحقيقة أنا كان ودي تعقيب من ثلاث نقاط. النقطة الأولى إنه نسبة الشباب في المملكة العربية السعودية ترى نسبة تشكل أكثر من 60% من السكان، فكلهم يعتبروا في سن الشباب بما فيهم أنا. فهذا جانب، يعني جانب كبير من السكان، يجب هذا يعني يجب إعطائهم أولوية وأهمية خاصة في برامج تطوير برامج. في نفس الوقت النقطة الثانية إنه بالرغم من هذا العدد أرى نسبة الحضور من الشباب نسبة إقبال يعني متواضع جدا. وبهذه المناسبة أود أن أطالب الإعلام بدور أكبر في الاهتمام بأوضاع الشباب وتحفيزهم والاستفادة من البرامج الموجودة في جميع المؤسسات والهيئات. النقطة الثالثة اللي أشير لها إنه المملكة الحمد لله تمر بفترة اقتصادية لفترة طويلة، والمشاريع المتاحة للشباب مشاريع كثيرة جدا جدا، والشباب مطالب إنه يتحلى بنوع من المزيد من البراءة والإقبال على الاستفادة من هذه المشاريع وهذه الفرص الاستثمارية. ولا نرجع بالاستشارة ونحاول الاستقالة عنه، ممكن إنه الشباب يجربوا أفكار إذا عندهم أفكار معينة يجربوها في مناقشات مع جهات معينة مع خبرات معينة إلى أن يصلوا في النهاية إلى قرار. وبعدين ما هو يعني ما هو عيب إن الواحد يجرب ويفشل، لأن الفشل هو نجاح. يعني على الأقل أداك فكرة إنه هذا المجال غير، حتى ممكن يكون الفشل حتى مع التخطيط. لكن النقطة المهمة إنه حتى زي ما ذكر أمس في الجلسة إنه ساعات كثرة الدراسات وكثرة الاستشارات يعني تكون سبب في عدم الإقبال على المشاريع. الشاعر يقول إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، وإن فساد الرأي أن تتردد. فكثرة التردد أو الدراسات الطويلة والعميقة وكثرة الدراسات قد تكون إشارة تؤكد التردد. يعني شيء من الدراسة مطلوب، لكن كثرة الدراسة أيضا قد تكون غير مطلوبة. وأسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع، وشكرا لكم لجهودكم في هذه الجلسة القيمة وتناولكم الشيء في الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في مثل يقول take it easy، يعني دائما تجسد وتكون شبابية كمان، تكون free كذا أكثر بعيدا عن تعقيدات الجسد والجبهة. لكن هذه الجلسة حقت محبة وتواصل ومعرفة والبدودين ترى يبدو الصالة دي أضعاف من خلال الحديث عن نقاط هامة المفروض يسمعوها كثير من الشباب. أنا أعتقد غياء عدم الحضور ولعله خلل في توقيت الوقت الآن، الطلاب سواء في المدارس أو في الجامعات بعضهم ما يدري ما سمع ما وصل في الرسالة الطويلة، لكن يبقى علينا المسؤولية أن كيف نتكلم مع الشباب ونتواصل معهم. حتى يعني نجاح مشاريع الشباب جزء منه هويتنا احنا الاكبر سنا اللي موجوده، زي ما تفضلت ونسبته في المملكه العربيه 60%. انا انصح واقترح الاولى من التوصيات ان يكون هناك لقاء عاجل ما بين الغرفه التجاريه والمختصين في التنميه الاقليميه في عماله المدينه، لانه الان حتبدا محل مسح اقتصادي اجتماعي على مستوى المدينه المنوره في موضوع المراصد الحضريه. المراصد الحضري ايش معنى؟ يمكن البعض ومعظم المدينه يعرفوها، لكن خلينا نتكلم عن شنو؟ المراصد الحضري عباره عن اداه مراقبه معتمده دوليا ترصد مؤشرات في كل مجتمع، يعني على مستوى المدينه المنوره، على مستوى مدينه جده، على مستوى العلا، على مستوى المراصد الحضريه دي إدارة تعنى بها إدارة وزارة التنمية الإقليمية أمانة المدينة المنورة. معاييرها فيها 60 معيار، 60 مؤشر معتمد دوليا، أو حاجة 63 مؤشر. في المدينة عندنا أكثر من 110 مؤشر، منها مثلا مؤشر البطالة، مؤشر الإقبال على المشاريع الخاصة، كم مشروع خاص للشباب موجودين موجودة في المدينة، رقم بس. وهذا يجي من خلال مسح ميداني واستبانات وطريقه العمل. اقترح ان من توصيات هذا اللقاء ان يدرج في مؤشرات المرصد الحضري بهذا النص، يدرج في مؤشرات المرصد الحضري للمدينه المنوره 2 أو 3 مؤشرات تتعلق بمدى تقدم العمل في تمكين فرص الدخول سوق العمل للشباب. الشيء الثاني، العمليه المؤشرات دي تقاس كل سنه. الان صارت كل سنتين مره. يعني ايش؟ انا اقيس بمؤشر السنه دي، خلينا نقول مثال، عدد المتسربين من التعليم الابتدائي. هذا تقييس واحده من القضايا، انه يعني في ناس يدرسوا ابتدائي في السنه الابتدائيه بعدين ينسحبوا، يعني معناته خلاص ما حدرسوا توصل الثانوي. كم عددهم في المدينه العام الماضي؟ وكم عددهم السنه الجايه؟ هل بتتناقص ولا بتزيد؟ هذا النتيجة اللي حدث القياس تقاس بمؤشر عالمي. هل مقبول إنه يكون عندنا 20% من أطفالنا يتسربوا من التعليم؟ هل إيش تقدم؟ هل 20% صارت 15 10 5 بتتناقص معناته ماشي صح؟ طب دوليا كم المقبول في أي مجتمع؟ في لندن مثلا هل نقبل 2%؟ لو وعدت 2% العالم تقوم وتبني الدنيا، كيف تدري وليش تتسرب؟ ليش يكون نسبة الفقر عندنا كذا؟ ليش يكون نسبة البطالة عندنا كذا؟ فكل نسبة دي هي مؤشر يقاس على معايير دولية ويقول احنا واقفين فين؟ احنا واقفين صح ولا لا؟ مثلا معلومة اجتهادية، عندنا بطالة، طيب كيف تقيسها؟ ما ينفع الا اذا كان استفدنا من وجود هذا المرصد الحضري والمدينة المنورة أول مدينة طبقته، الآن طبعا مدن أخرى في المملكة بتطبق نظام المراصد الحضرية وهو نظام عالمي. هو حقيقة بس في يعني مداخلة مع تعليق الدكتور، يعني من المنطلق اللي ذكرته الأستاذة نداء إنه الجلسة بدأت تأخذ الطابع الأبوي والشفافية. حقيقة أنا أعتقد إنه حتى صيغة الخطاب مع الشباب الآن يجب يعني أن تتغير. يعني هل هذه اللقاءات هي التي تحفز حضور ومشاركة الشباب؟ يعني الأسبوع الماضي كان في مقام يعني جوار الغرفة ستاند أب كوميدي، شباب سعوديين، وحقيقة اللي حضروا حسب ما سمعت أنا أبنائي راحوا حضروا وحريصين وبيدفعوا تذكرة تخطط 100 ريال، حضور كبير جدا، ويقول الحضور يمكن قارب 1000.
طيب إذا هل إذا لغة التخاطب مع الشباب والتأثير عليهم تختلف عن اللغة اللي إحنا نتكلم فيها الآن؟ وعلى الحقيقة أنا من يعني فترة جلست مع مختص في مسائل الحاسب الآلي، فذكرني قال لي أنت كيف ترى نفسك في الحاسب؟ قلت له والله أنا أشوف نفسي أنا محترف كمستخدم للحاسب، أنا أشوف نفسي محترف، أنا أجيد برامج الأوفيس كلها بالكامل، الإنترنت أجيدها بشكل كبير، البرامج المتخصصة والمواقع المتخصصة، التصفح أدخل أنا محترف. قال لي طيب إحنا في تقييمنا أنت متأخر في موضوع الحاسب الآلي، لأن المعايير اللي بتبني عليها وجيلك بيبني عليها ما هي المعايير اللي بيبنوا عليها الآن. قال لي إيش معرفتك في وسائل التواصل الاجتماعي؟ قلت له كويس. قال لي طيب إيش معنى بريب؟ قلت له إيش بريب؟ قال لي في حاجة لما التواصل يقولوا بريب. قلت والله ما أدري، أسمع عيالي يقولوا بريب. بريب إذا واحد بيتكلم تواصل في الواتساب يكتب رسائل ويكتب بريب، يعني خلاص حأخرج وحرجع بعد شوية. الشباب طلع عندهم مصطلحات كبيرة وعديدة أنا ما أعرفها وجيلنا ما يعرفها، ويقول لي والأكثر من ذلك اللغة عند الأطفال الآن، الأطفال والألعاب الإلكترونية بيتكلموا لغات إحنا ما نعرفها، فالآن بيصبح فيه فجوة كبيرة ما بين جيلنا أو جيل متخذي القرار وأهل الدراية والحكمة واللي يحتاج التوجيه واللي يحتاج إلى زراعة القيم عند الجيل الجديد. فإيش الحقيقة بحاجة إلى تغيير لغة الخطاب مع الشباب، ونبحث عن القنوات اللي بالفعل لها تأثير أكبر على الشباب ونخاطبهم بنفس اللغة اللي هم يتحدثوا فيها. وقد يكون هذه من النقاط اللي قد تحتاج إلى ورش عمل مع مختصين تربويين مع آليات التواصل، وأسأل الله التوفيق. في مداخلة بس بسيطة تعقيبا على كلامك، بس حقيقة موضوع مهم جدا اللي ذكرته، موضوع أنه في فجوة الآن ما بين استقبال الشباب وفهمهم لما يطرح. ممكن الآن لو جينا نقول تقولت اللقاء اللي حضروا 1000 تقريبا، حقيقة الآن أساسيات التعليم الحديثة التدريب الحديث الآن لو جينا نتكلم على بوب بايك أو الناس اللي هم مختصين في التدريب عالميا، اكتشفوا أن الناس تتعلم بطريقة مختلفة عن الطرق اللي بيتعلموا فيها في المدارس. التعليم التدريب الحديث الآن يستخدم الترفيه، يستخدم المتعة، يستخدم الإثارة، يستخدم وسائل كثيرة جدا. أنا كنت أقدم دورة حقيقة قبل فترة عن إعداد المدربين، وكان حاضر بدون ذكر أسماء، كان حاضر دكاترة، 2 دكاترة، واحد في الجامعة بدون ذكر أي جامعة، واحد ماخذ دكتوراه من أمريكا. فمسوينا الإلقاء، جينا نسوي عملية اختبار للإلقاء لمعايير الإلقاء. للأسف الدكتور خبرته 30 سنة في معايير الإلقاء أخذ 8 ونحن كلنا 10. فيمكن يتكلم نحتاج إلى معرفة أساليب حديثة، فنحن نقدر نوصل للشباب بعدة طرق. أنت تتكلم على مسألة الإنترنت، السوشيال ميديا مثلا اللي هي وسائل التواصل بجميع أنواعها. الآن نحن ملتقى، والله أنا بكل أمانة تقطع قلبي على العدد اللي مو حاضر، لكن في أسباب لكل حدث، في أسباب. ممكن أنا الآن هي ذكرت الأخت اللي ذكرت قبل شوية مسألة التواصل والاستخدام النت واستخدام الشغلات هذه. أنا عندي قناة اسمها قناة تطويري، الآن عدد المتابعين شارف إلى 50,000 متابع على مستوى العالم. أقدم رسائل توعوية وتدريبية مجانية في تطوير الذات. أنا الآن من هذا المكان أقول مستعد أنا أعطي القناة هذه للغرفة التجارية والغرفة التجارية وكمل المشوار، نجتمع حولها وكمل المشوار ونقدم للشباب. أنا بإمكانياتي البسيطة موظف ناس عليها، عندي 10 جوالات تقريبا، كل جوال برقم، كان القناة رقم 1، العدد وصل قفل الجوال صار ما يشتغل من كثر الإقبال. الآن الإقبال صار مرة زايد، فسويت جوالات جديدة وأرقام جديدة. القناة هذه الحمد لله الرسائل اللي جات من الناس اللي ردت الفعل موجودة مكتوبة من بأسماء الناس اللي كتبوا تعليقاتهم جدا رائعة، وصلنا للناس بالشيء اللي يبغوه. الآن استخدام الناس الجوال، في إحصائيات تشير إن الشباب يستخدموا الجوال في يدهم تقريبا ما يعادل 24 ساعة في الأسبوع. نحن نوصلنا عن طريق الجوالات، يعني نحن الآن عندنا كلنا نحمل رسائل توعوية تطويرية للناس. طيب نحن ما جونا هنا، نحن نروح لهم، نروح لهم عن طريق السوشيال، نستخدم برامج يسمى الأفتر إفكت أو برامج الأنفوغرافيك أو البرامج اللي هي الصور المتحركة للناس عشان نوصل لهم الرسالة. نتكلم على سوق العمل، سوق العمل بالطريقة التقليدية اللي احنا بنتكلم عليها، نحن نجيب محاضر والمحاضر رسمي يتحرك كأنه رجل آلي ويتكلم بأجندة مكتوبة وسيناريو مكتوب، ما راح توصل الرسالة بالطريقة هذه. نحن الآن ذكرنا أنه في شفافية وفي بساطة، كل ما كان الأمر بسيط وكل ما كان تلقائي كل ما كان تأثيره أكثر في الحضور.
إن شاء الله بعد اللقاء إذا كان حبيته في القناة هذه مستعد نساهم مع بعض ونوصل إن شاء الله كل الآن على يقين أن الكل ما حضر هنا اللي هو بيساهم في تنمية المجتمع. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع ويعطيكم العافية. أخوان الموضوع شيق ومتشعب والحديث فيه طول ومثل يقول لا تزل على دارك الله يعينك. أنا جالس تتكلمني أنا بفكر كيف نوظف هذا في خدمة العمل البلدي لأنه يرتبط بحياة الناس في أشياء كثيرة من ضمنها. وإحنا عندنا إن شاء الله فرص للدعم وإن شاء الله يعني اهتمام بالموضوع في بعض المساجد بدأت وإن شاء الله في الطريق قادم أشياء. نختم هذا اللقاء ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة وجهه وأن يجعل هذا الوقت مذكور لنا عنده عز وجل ويهديكم جميعا ويهدي كل من ساهم في عقد هذا اللقاء. ونشكر الأخوات اللي داخلوا والأخوة اللي داخلوا معنا في هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.